حاليا الفكرة بقت اخد لقطة التصوير اشوفه طعنها كم مرة، مين وقف بعيد ومين وقف قريب. حتى الناس ما بقتش حتى مهتمية ان هم حتى مثلا يحدف طوبة. الفكرة ما بقتش حتى فكرة ان البني ادم مش يحوش، انه يتدخل حتى لو باللفظ، التدخل اللفظي اللي هو ابعد عنها، طب سيبها، ما بقاش موجود. كان زمان بنشوف لو حد بيضرب حد خصوصا ست وراجل دايما كان يبقى فيه تدخل، وتدخل قوي، وناس بتهجم وناس بتضرب، و لا في ردع للموقف. حاليا ما فيش الردع دوت، في موبايل يطلع نصور فيديو ونقول يا لهوي يا لهوي وخلاص. لكن مين عمل ايه وامتى وليه وازاي، ده بنكتشفه بقى مع النيابة والتحقيقات، و يعني بعد الحادثة، وبعد الحادثة بعد ما يكون زي ما بيقول الفاس وقعت في الراس. طيب ايه السبب؟ بالنسبة لي انا كوجهة شخصية، يعني كوجهة عامة كمان، ما بقاش في اخلاق، انحدار اخلاقي عام، تبلد في المشاعر من جهة الاخر، اللي هو احسن على فكرة ما يمكن هي عملت فيه حاجة جامدة. فكرة ان هو مثلا ولد وحقه يكسر رقبتها، اصلا هتكسر لها ضلع وهيطلع لها 24. فكرة المخدرات طبعا سايدة جدا، الانواع الجديدة مغيبة للمخ ومغيبة للتفكير ومغيبة حتى، لان مثلا دي ممكن هتضرب ضربة وهيكمل او مش هيكمل، لا هو مستمر في الفعل. يعني ما بقتش طعنة ولا اتنين ولا تلاتة، يعني لو حضرتك اتفرجتي على الفيديو بتاع الحصري الاخراني دوت، 10 طعنات البنت بتقوم، الدم بيتساقط منها، الناس كل اللي حواليها بيعمل حركة واحدة بس، ابعدوا بس عنه. طب وهي بيحوشوها، هي اللي بتموت، هما بيشد اللي بتموت. طب وبالنسبة للي بيقتل جريوا، كله ماسك موبايله بيتفرج، بيوثق الحدث على الصفحة بتاعته، بيطلع الترند بتاعه، فرحان بفكرة اللايكات والكومنتات وهاخد شير قد ايه. لكن اخلاقيا بقى مفيش. ان احنا نحمي الاخر ما بقاش موجودة اصلا، فكرة ان انا احميكي او احمي غيرك مش موجودة. وفي اكتر من راجل في الشارع، يعني اكتر من راجل، يعني لو فكرنا ان واحد هيحدف طوبة والتاني ده هيتلخم، اللي في ايده سلاح هيتلخم. ما هو انا لما دوت هيهوشني بكذا، وده هيعمل لي بكذا، وده هيكلمني، طبيعي جدا ان السلاح مش هيطولني، فالبنت هتقدر تمشي او هتقدر يحصل لها حماية، دعم، حد هيحوشها، حد هياخد انقاذ روح. ده ازهاق روح، ده ما فكروش، مش حتى ما فكروش يحموها، ده ما فكروش ينقذوا روحها. يعني فضلت تتضرب اكتر من 10 طعنات وكله لسه ماسك الموبايل لحد لما كانت يعني بتخلص، بتفرفر، جالها تشنجات خلاص مش قادرة تقف تاني. يعني هي قامت بعد اول طعنة وتاني طعنة وتالت طعنة ولسه مازال الكاميرا مفتوحة، ولسه مازال الفيديو بيتصور. انت قدرت تصور وما قدرتش تحمي. فلا طبعا لازم نحمي الحرية، حرية البنت، حرية ان ما يبقاش فيه هتك للمساحات الامنة للبنت. مفيش خصوصية دلوقتي، كله ماسك موبايله، تشتري موبايل جديد بيجرب الكاميرا. لا طبعا لازم يبقى فيه تقنين، ويبقى فيه قانون رادع عن اللي بيصور، يكون لإما بيزاول المهنة لإما يكون هو مفيش غيره في الحدث فلازم يكون. لكن 100,000 واحد بيطلع بدل ما يحوش يصور، أكيد لا. فبقينا دلوقتي إحنا بقينا ماشيين نقول وإيه، يعني مش فاكرين ومش حاسين ان احنا عندنا الست نزلت وتساوت وبتشتغل زيها وزي الراجل، بس الفرق ان هو عنده مساحة امنة جدا، يقدر يلبس ويخرج ويعيش ويسهر ويمارس حياته بشكل طبيعي. لكن الست لا، الست اخرها تروحي شغلك وتلبسي محترم وتلبسي طويل وترجعي بسرعة عشان تكملي شغلك، بس الشغل التاني هيبقى شغل في البيت.
فهم فاكرين او المجتمع بمعنى اصح فاكر ان الست ملهاش حقوق، ملهاش واجبات، ملهاش اي حاجه في الكون غير ان هي طالما انت عايزه تشتغلي طب اشتغلي بس بطريقتنا. يعني هتلاقي دايما يقولك انا قعدت مراتي من الشغل بعد الجواز. ليه؟ انا قعدتها اصلا هتدخلي كام، او هي مش عشان تدخله كام، هو من جواه بيقول هتبقى احسن مني، هتعلى اكتر مني، هيبقى في ندية في الحوار، ممكن تستغنى عني. الفكرة دي مش صحيحة على فكرة، الفكرة دي مش صحيحة نهائيا، بالعكس انا بشيل عنك عبء. من كام يوم كنا في مصر الجديدة، في محكمة مصر الجديدة، كان في زوجة رفع قضية نفقة، حاجة بسيطة وسهلة ومش قضية تحبس، يعني مش قضية ممكن تبهدله ولا تجرجره في حاجة كبيرة. يعني الست عايزة حقوقها الشرعية، مجرد نفقة. خرج الولد من الغرفة، أو الراجل يعني، مع إن هو التصرفات دي التصرفات صبيانية ما ينفعش نقال عليه راجل. خرج مسك الحزام وجري من أول محكمة من فوق لحد تحت. تخيلي فيه حرس، وتخيلي فيه ستات ورجالة واقفين، وإحنا كمان في نهار رمضان، وكل اللي بيقوله يقوله عيب كده مش قدام باب المحكمة. يعني لو بعد شوية أوكي، يعني لو مسك الحزام وضربها بالتوكة الحديد دي بعيد عن المحكمة شوية هيبقى أوكي. مفيش حد قال له احترم نفسك، هي جاية تاخد حقها، جاية تاخد نفقة عشان تاكل وتشرب مش أكتر. مفيش حد تدخل خالص. من ضمن، يعني أنا شايفة بقى كمان إن واحدة زي دي اتهانت، ما عندهاش مورد أكل وشرب، دي مش نفسيتها اتدمرت، دي مش قادرة تقوم تقف تقول حد يسندني، حد يديني دعم، حد يقولي كلمة تصبرني على اللي أنا فيه. دي مهانة نفسيا، مهانة فكريا، مهانة من مجتمع هو مش قادر يديها فكرة اسندي نفسك، طب اشتغلي وأنا هدعمك. في مبادرات كتير، وفي ناس كتير بتساعد، وفي شغل، مش هقولك ما فيش شغل، بس الفلوس مش هتقدر تقوم بيت فيه أطفال، وأطفال خصوصا الأحياء الشعبية بيجيبوا 3-4-5، فلو بتشتغل بألفين تلاتة أكيد لأ مش هتعمل لها حاجة. في قضايا كتير، وفي حكاوي كتير، وفي بنات شغلها يفرض عليها ان هي تشتغل بالليل مثلا. من ضمنهم واحده زميلتي كانت عايشه يعني فتره طويله بتشتغل في مدينه نصر، ومدينه نصر معروفه ان الناس اللي بيشتغلوا في الاماكن زي الكافيتريات والحاجات دي بيخلصوا 12 واحده كده، يعني زي الويتر. فضلت عربيه، تعالي اركبي يا حلوه يا جميله مش عارف ايه، مفيش حد في الشارع، مدينة نصر الناس كده يعني فوق بعضيها. يعني البنت اتخبطت وجالها كسر، والعربية محدش خد رقمها، وضاع حق البنت، وفضلت 6 شهور في الجبس، وهي خايفة تنزل تشتغل تاني. هي خايفة تشتغل تاني مش عشان الشغل، خايفة تشتغل تاني لحد يتعرض لها تاني، خايفة تشتغل تاني لأن أنا معرفش أشتغل غير الشيء دوت، والشيء دوت بيقعد الشيفت بتاعه متأخر، فأنا لازم أشتغل في الوقت ده عشان أخد طب أعلى، عشان أخد فلوس أكتر، عشان أعرف أقوم بيتي، whatever. ممنوع إن البنت تشتغل في وقت متأخر؟ ممنوع؟ هل دوت حرام؟ في حاجة عيبته؟ بنته نازلة بتجري على رزقها تيجي متكسرة؟ ومفيش حد من كل اللي موجودين صور رقم العربية زي ما بنقول احنا واقفين بنصور، بس مفيش حد من كل اللي واقفين وقف قدام العربية. فالانتهاكات كتير، والحكاوي ان البنات بتتعرض لها اكتر،